دي هي الحلقة الثامنة من مسلسل مورا الأورال. النهاردة هتصدم فيها كمية صدمات بسبب إن كل الشكوك اللي كانت عندنا في الحلقات اللي فاتت اتأكدت النهاردة، بل بقى إن هيزيد عليها حاجات أنا لما شفتها قلت إزاي إحنا كنا متغفلين بالشكل دوت. حقيقي مسلسل مورا الأورال أثبت لي إن إحنا لازم نركز أكتر من كده كمان في أي حاجة إحنا بنشوفها. يلا بينا نبدأ في الحلقة الثامنة. بسم الله. الحلقة ديت بعنوان الوفاء أو إن أنت تكون وفي أو لويال لصاحبك. الحلقة بتبدأ بعيلة أورال وهم راكبين العربية ورايحين للكنيسة، وكانوا مشغلين كده أغاني، يعني مفترض إن هي أغاني أو أناشيد دينية للدين المسيحي، ولكن كل الأغاني كانت عمالة بتتكلم عن الملحدين والألوان، والكلام دوت ليه علاقة بموضوع الحلقة بتاعت النهاردة. لما بيوصلوا على بوابة الكنيسة بيقابلوا المدرب بتاع أورال، ده اللي احنا قبل كده اكتشفنا ان هو من عبرة الشيطان، وكمان اكتشفنا ان هو وابو أورال ألوان، او على الاقل كنا شاكين بنسبة 90%. اللي حصل بقى ان المدرب عرف أورال على ابن اخوه الصغير، عيل بجح بص رادع زبالة، واخدوا دخلوا جوه الكنيسة. وبعدين ابو أورال بيمسك المدرب وبيقعدوا يعني يحضنوا بعض ويعملوا حركات ألوان، فبنتأكد ان هم فعلا كده. لكن المصيبة بقى اللي بتحصل ان ام أورال بتمسك المدرب وبتبوسه من بقه، وهنا ثانية واحدة، ده مش بس عارفة ان جوزها ألوان، ده هي كمان بتعمل حاجة مع المدرب. وهنا بقى لما ركزت في المشهد ده اكتر اكتشفت كارثة، وسألت نفسي احنا ازاي ما خدناش بالنا منها. لو جيت تبص على ابنهم الصغير اللي هو اخ أورال هتلاحظ ان شعره اصفر شبه شعر المدرب، بينما ان ابوه وامه ما عندهمش نفس لون الشعر دوت، فالولد طالع لمين شعره اصفر. وبما ان احنا شفنا امه بتبوسه فاحنا فهمنا ان هي كده مخلفة كمان الولد الصغير دوت من المدرب مش من ابو أورال. يعني من واضح ان هي علاقة، يعني في مثلث هنا مشترك من العالم الزبالة مع بعض. لما بيدخلوا الكنيسة القسيس بيتكلم عن موضوع النهاردة وهو الوفاء، انك تكون وافي لصاحبك جدا، تعمل له اي حاجة هو عايزها سواء كانت الحاجة دي صح او غلط، حتى لو اضطريت انك تنافقه وتكذب عليه عشان بس تبسطه وتكون وافي ليه. طبعا أورال بيسمع الكلام زي كل مرة وبيفهمه بطريقته الغبية، وبيقرر بقى ان الواد اللي هو لسه متصاحب عليه ان هو ابن اخو المدرب، ان هو من النهاردة لازم يكون صاحبه الوفي، يعمل له اللي هو عايزه. والولد ده حرفيا اللي هو ابن اخو المدرب عيل متربي في بير سلم. اول ما أورال وصاحبه بيطلعوا من الكنيسة بيمسك صاحبه دوت قالب توب بيجيبه بيجدارب بالعربيه بتاعت ابو أورال مدشملها. فاصحاب أورال بيكونوا واقفين بيقولوا له انت اللي انت بتعمله دوت بيكسر عربيه ابوك، فهو بيقول لهم لا يا جماعه لازم اكون وافي لصاحبي، فبيجي ماسك هو كمان قالب طوب وبيجي مدشمل عربيه ابوه. فاصحاب أورال في وقتها ما كانوش فاهمين هو ليه بيعمل كده. الواد ما بيوقفش عند كده، لكنه بياخد أورال بيروحوا على عش نمل كده بيكون طالع من الارض او مستعمره نمل، فبيجوا جايبين عدسه مكبره وبيخلي الشمس تيجي، فالضوء لما بيقع عليها بيخلي الاشعاع مركز، فكانهم بيستعملوا ولاعه عشان يحرقوا بيها النمل، وبيفضلوا يعملوا الموضوع دوت. أورال في ساعتها ما بيكونش راضي عن الكلام ومشمئز ومش عاجبه اللي هو بيعمله، ولكن هو في تفكيره انا لازم اكون وافي لصاحبي. في الوقت دوت صحاب أورال بيكونوا واقفين وشايفين اللي هو بيعمله، والموضوع ما بيقفش لحد كده، لان الولد بياخده وبيروحوا بقى لعيلين صغيرين وهم قاعدين بيعملوا حاجات الوان. يعني مش عارف ازاي بيعملوا حاجه زي كده بس ماشي. والعيلين قاعدين بقى بيعملوا اللي بيعملوه دوت. الولد بيقول له ساعتها ان هو بيكره الالوان، وبيجوا جايبين شوم كده شبه عصيان البيسبول وبيجوا طالعين على العيلين دول وماسكينهم مدشملينهم حرفيا. في الوقت دوت بيكون العيال صحاب أورال خلاص حسوا بقى ان أورال خرج عن السيطره، فبيجوا رايحين بسرعه جري على ابوه اللي هو كان بالمناسبه قاعد عمال بيشرب في كحول، وبيقولوا له يا عمي احنا في حاجه عايزين نحكيها لك بس احنا خايفين. بيقول لهم لا لا اقعدوا وانا بطريقتي هخليكم الخوف اللي عندكم ده كله يروح. فبيقعدوا معاه وبيجيب لهم كحول عشان يشربوا، والعيال بيشربوا وبيعملوا دماغ وبيقروا بكل اللي حصل. ساعتها ابو أورال بقى اللي هو اصلا اسوأ منه بيروح ياخد العربيه بتاعته وهو سكران وبيطلع على الولا، واثناء ما هو ماشي في الغابه بيشيل كام شجره في طريقه لحد ما بيوصل وبيلاقي ابنه ماسك العيال ومدشملها ضرب، فبيجي ناده عليه كالعاده وبيقول له تعالى هاخدك على اوضه الدراسه. طبعا لما ابو أورال بياخد أورال على اوضه الدراسه انت عارف اللي بيحصل، بيجي ماسكه بيجرنه علقه محترمه على التوته بتاعته. بعد ما بيرفع البنطلون وبيقعده بيقول له انت ليه عملت كده بقى؟ قال له ما انا كنت عايز ابقى وافي لصاحبي، فعشان كده اي حاجه كان بيقول لي عليها كنت بروح اعملها مع عمياني من غير ما افكر. قال له طب ينفع ان انت تمسك عيالين يعني حتى لو هم يعني الوان، ينفع تمسكهم وتضربهم كده؟ سيبهم هم، الرب او جيزس هيصطفي بقى معاهم، هو يشوف تصرفه معاهم، لكن احنا ما بنحاسبش الناس. قال له بعدين المشكله هنا ان انت كنت عايز تبقى وافي لصاحبك ده، لكن اللي حصل ان انت خسرت وجرحت مشاعر صحابك القدام. يعني ابوه مش فارقه معاه اللي الولد دوت كان بيعمله، ان هو دشمل العربيه ودشمل العيال الصغيره، ولكن كل اللي فارق معاه انت ازاي تجرح مشاعر صحابك اللي قبل كده، صحابك القدامى يعني. وبكده ابوه يكون اداه النصيحه المتلغمه اللي هي اسوأ من كل اللي هو عمله طول الحلقه اصلا. ولكن حرفيا انا اصطدمت من كميه الحاجات اللي شفتها في الحلقه ديت. علاقه المدرب وابو أورال وام أورال والولد الصغير اللي هو اخوه، دي كانت بالنسبه لي صدمه اكتر حتى من اللي توقعتها لما شفت الحلقات اللي فاتت. وهي دي كانت الحلقه الثامنه، واظن الحلقات اللي جايه هتكون اسوأ واسوأ، وهنفهموا فيها حاجات ما كناش فاهمينها في الحلقات اللي فاتت. وعشان بقى ما تفوتكش الحلقات اللي جايه اتاكد انك عامل لي متابعه وعامل لايك للفيديو دوت عشان نوعي الناس قدر الاستطاعه. ما تنسوش تدعوا لاهالينا في السودان واهالينا كمان في غزه ان ربنا يا رب ينصرهم ويفرج عنهم. كان معاكم محمود زايد، سلام.